مش بالضرورة ان كل واحد نشوفه بيضحك يكون سعيد، ممكن يكون ضحكته دي بيداري وراها وجع وألم. مش مهم ان هو دايما يكون يضحك في وشك، المهم هو مخبي ايه جواه، حاسس بإيه، حياته عايشها ازاي. يا ترى عايشها بحب وسعادة وروح حلوة وأمل وتفاؤل، ولا عايشها كده وخلاص، اللي هو يعني بيقضي أيام فيها وخلاص. عايزة أقول لكم إن كل واحد تحس إنه دايما مبتسم للحياة بيكون ورا ابتسامته دي ألم ووجع شديد قوي، بيكون دايما حاسس إن هو لازم يضحك عشان ما يحسس الناس ان هو متضايق، ان في حاجة كبيرة قوي بتوجعه في حياته. عايزة اقول لكم ان انا بحبكم كلكم في الله، بعتبركم زي اخواتي واخواتي، وعايزة اقول لكم ان انا بسجل لكم الفيديو ده بقى وانا كنت بصوا متدمرة نفسيا كده، بس الحمد لله. عايزة اقول لك ان هي بتيجي عند ربنا كبيرة قوي قوي قوي، وربنا بيخففها عليك. يعني بتحس ان انت كده متضايقة وممكن تحصل حاجة كبيرة قوي لأتفه الأسباب، بس في نفس الوقت بتحسي او بتحمد ربنا ان هي جت على قد كده. وعايزة اقولك بقى ان اجمل ما في الحب هو وجعه وألمه، وان انت كده تحس لو حصل مشكلة تحس قد ايه انت ليكي قيمة في حياة الشخص ده، او يعني ان انت مش قادر ان هو يزعلك، مش قادر وندمان ان هو عامل حاجة تزعلك. بجد بجد لو عرفت قد ايه حجم المشكلة وقتها او بعدها، وعرفت قد ايه انت مهم في حياة الشخص اللي زعلك ده او اللي هانك او اللي ايا كان، مهما حصل ايه بتبقي مبسوطة جدا، بتبقي سعيدة ان هو فعلا يعني ان حصل الموقف ده، عشان تحس بقد ايه بسعادتك وقيمتك في حياته. ومهما كان طبعا كل الدنيا فيها مشاكل، وكل بيت طبعا مش عايزة اقول لكم بقى اللي انا ما شاء الله يعني كده عايشة الحياة كلها سعادة، بس طبعا انا بطلع مش عايزة اوصل لكم طاقة سلبية، ومش عايزة احسسكم كده يعني بدي، انا عايزه انزل لكم الفيديو تبقوا مبسوطين وتبقوا سعداء وتبقوا كده الابتسامه على وجوهكم وانتوا بتتفرجوا، وكمان في نفس الوقت اوصل لكم معلومه معينه اخد عليها حسنات طبعا، وربنا كده يبعدنا عن السيئات اللهم امين، ويسترها علينا دنيا واخره اللهم امين. فيديو النهارده بقى يا ست البنات فيديو تشجيعي اخر حاجه، تعبي وبصوا تعبي وشقايا راح على الفاضي والله العظيم. عايزة اقول لكم النفسية كانت بايظة من كل حاجة، يعني النفسية بايظة من الغاز ومن البيت ومن العيال ومن كل حاجة، وشغل وتعب، وكمان كل ده وده وده عندنا فرح كده بقى. وما ينفعش خالص ان انت نفسيتك تبقى وحشة وان انت دايما تبقي مكشرة، فاللي هو لازم هتضحكي هتضحكي غصب عنك، اللي هو ما ينفعش طبعا حد يشوفك متضايقة او حد يشوفك زعلان. ف عايزة اقول لكم بقى يعني اليوم ده كان جاي من كل حاجة، اللي هو يعني نفسية وحشة، كمان وراكي شغل كتير، وراكي مشاوير عايزة تروحيها، حاجات عايزة تعمليها، وبيت متطرب وملان تراب، والدنيا تضرب تقلب بعد ما نضفنا وتعبنا وشفنا اللي محدش شافه كده في رمضان في العيد وفي تنظيفات العيد، ده كله عايزة اقول لكم راح على الارض، ده كله كده اتدمر في ثانية، اللي هو يعني بعد ما روقت ونضفت وعملت كل حاجة، كل حاجة من دي راحت على الارض خلاص. يعني بصي بعد ما خلصت كل حاجة وغسلة ومنضفة معاكم، واكيد الروتين اللي انا هعمله في المطبخ حالا دلوقتي عملت معاكم بعد رمضان على طول، اللي هو بعد العيد وبعد بقى اكل العيد وبعد تنظيفات العيد، يعني كمان عملت يعتبر دي تالت مرة اعمل نفس الروتين ونفس الشغل في المطبخ. طب ده يرضي مين بالله عليكم كده؟ قولولي. مش مهم، المهم اللي احنا دايما يكون عندنا حماس ونشاط
دايما يكون كده، مش حابين ان احنا نشوف حاجة مش نظيفة، مش حابين ان عينينا كده تكون جاية على حاجة مش حلوة، عشان كل ما عينك جت على حاجة مش حلوة بتحسسك بطاقة سلبية، تحس ان انت كده مودك وحش، بتحس ان انت مش مبسوطة، وبالذات لو انت شفت التراب في كل مكان زي ما انا شفته كده وريت لكم في بداية الفيديو. قولنا بقى يا زوزو ايه اللي حصل، وقولنا الدنيا دي ايه اللي حصل عندك. عايزة اقول لكم بقى ان انا كان الغاز في البلد اللي انا فيها عامة، طبعا في بلاد تانية الغاز شغال من سنين مش دلوقتي، بس بما ان احنا قرية كده جنب جنب المنصورة يعني، فبصوا اللي هو يعني الغاز لسه ما وصلش، فدي في الخطة الخمسية يعني اللي هم شغالين فيها حاليا، كانوا بيركبوا الغاز في البلد اللي عندنا، فما كانش دخل طبعا في الشقة اللي انا فيها. بصوا انا ما كنتش حابة اصلا يدخل، عايز اقول لكم كان في مشكلة حصلت يعني كمان، واقول لكم عليها واقول لكم تخلي بالكم حتى لو الغاز ركب عندكم او لسه بتدخلوا حاليا دلوقتي، خلوا بالكم من اللي هيحصل. تمام، بتوع الغاز طبعا جم واخدوا المقاسات وكل حاجة وركبوا. عايز اقول لكم في الوقت ده في بيت حماتي يعني اللي هو سيلفي، طبعا عقبال كل الحلوين الامارات اللي لسه ما اتجوزوش كده بيتفرجوا عليا، كان طبعا عندنا فرح بقى، وكان اللي هو العزال بتاعه او العفش بتاعه جاي، فده يعتبر كان تاني يوم يعني. بصوا اللي هو يعني شغل من كل جهة والله العظيم. المهم ايه، قالوا لي ده الغاز جاي ومش عارفة ايه، فجوزي راح وانا عند حماتي طبعا، وهو سابني وراح هناك بقى عشان طبعا مينفعش يدخلوا الشقة مش حد موجود معاهم. المهم دخلوا ما شاء الله جوزي واقف، طب انت واقف شيل الحاجات اللي هم مثلا بيفحروا فوقها وبيردموا الدنيا كده وتراب ناعم بقى، ومش عايزة اقول لكم اكيد شفتوا المنظر، شيل الورد مثلا اللي هيجي عليه ترابة، شيل كل ده، لا مفيش. هو فضل واقف والاستاذ ساب كل حاجة متطربة زي ما هي، مغطاش اي حاجة. واكيد شفت القلة بتاعت ابني الصغير بقى مصمم لتيتا كده، تيتا بابة بابا، بابة بابا ازاي، مامة بابا جابت له قلة كده صغيرة وبملاها له وبحطها له، هو اللي بيشرب منها لوحده. في الوقت ده بقى بصوا لقيت كل حاجة بايظة، نفسية بايظة وكمان الشقة بايظة، يعني تخيلوا بعد ترويقة العيد بقى وبعد كل النظافة دي الاقي كل حاجة بايظة بالشكل ده، ما ينفعش طبعا. روحت الكلام ده بقى بالليل، روحت زبطت دنيتي طبعا، كنا اتغدينا عند حماتي انا والولاد وكده وجوزي وزبطنا الدنيا. المهم روحت بقى لقيت الدنيا تضرب تقلب كده، قلت اعمل لهم حاجة حلوة كده بما ان ايه كان عندي شوية لبن في التلاجة، و كنت عاملة رز معمر قبلها بيوم. بصوا فضل زي ما هو لان احنا طول الوقت عند حماتي طبعا ما ينفعش نسيبهم في ظروف زي دي، واتفضل شوية لبن كده حوالي كوبايتين لبن. قلت هعمل طريقة حلوة جدا للكاستر، هعمله كاستر بالجيلي او اللي هو احنا بنقول عليه ايه، مش فاكرة اللي هو اسمه ايه، هقول لكم دلوقتي. المهم اللي هو بتحطي طبقة جيلي وطبقة بسكوت تحت وتحطي فوقها الجيلي وتحط او مهلبية بيضة او اي حاجة انتي حباه. افتكرت اللي هو احنا بندلعه ونقول عليه تشيز كيك، فاهمين ازاي. المهم يعني سيبكم الكلام ده كله، اهم حاجة ان تعملي حاجة بحب وخلاص، اي مسمى بقى تسميه ده مش مشكلة عندي. المهم عملته كده زي ما شفت، كوبايتين لبن حطيت عليهم 3 معالق من الكاستر عشان عايزاه يكون سميك شوية، وفرشت طبقة بسكوت تحت، وكمان حطيت بقى بعدها حطيت الكاستر، سبته يبرد جنبي شوية وبدأت أجهز الجيلي. عندي كيس واحد من الجيلي حطيت عليه 1.5 كوباية، يعتبر سبتها تغلي زي ما انتوا شفتوا، وزودتها بعد ما غلت على طول 1.5 كوباية ساقعة. عايزة تحط عليها بقى شوية فانيليا، عايزة تزودها سكر لو ولادك مش بيحبوها مزازة كده زودها براحتك. تمام، وخلاص سبت كل حاجة بردت، وبعد ما خلص ده هنعمل مع بعض، هنكمل تاني مع بعض. هنا بقى اللي هو التراب مش باين يعني، انا عمالة ازوم وعمالة اقلل الاضاءة مفيش فايدة برضو. بصوا هنا يعتبر بان شوية يعني، مش عارفة برضو واضح قوي او لا، لقيت كل حاجة اقسم بالله متطربة كل حاجة. طبعا الترابيزة دي غسلتها معاكم قبل كده، والمطبخ والتربو وكل حاجة، لقيت كل حاجة تراب ناعم بطريقة
تخد اقسم بالله شكله، يعني لو كنت اعرف ما كنتش رتبت وروقت اصلا المطبخ الاسبوع اللي هو اللي فات ده، كنت سبته مثلا لما كل حاجة تكمل وبعد كده خلصتها. طبعا بقى انا رغاية رغاية، ما قلتلكيش لو وصلت لهنا من الفيديو انزلي بسرعة اعملي اشتراك من الزرار الاحمر هتلاقيه تحت الفيديو ده على طول، واعملي لي لايك حلو كده زيك زيك زي العسل، واعملي لي كمان كومنت حلو كده يثبت وجودك معايا، وقولي لي بقى يا ترى بتستفادي من الفيديوهات بتاعي ولا لأ، او بتدخل عليكي كده طاقة او بتحسسك كده ان انت عايزة تقومي تشتغلي وتعملي اي حاجة. المهم بقى خرجنا من العيد دخلنا في بعد العيد، هتقولي لي هو العيد، بصي هو العيد بيجي شغل بعد العيد شغل بعد العيد شغل، يعني ما فيش، احنا ما بنبطلش، احنا على طول من المطبخ للصالة للريسبشن لأوضة النوم، ما فيش ورانا غير كده طول النهار. تمام. المهم طبعا زي ما انتوا شفت اول الفيديو مسكت الحمام غسلته لان اكتر منطقة كانت متدمرة اللي هي طبعا قدام المطبخ ده على طول في الطرقة بتاع الحمام، وغسلت كمان المراية اللي هي تعتبر اللي هي فوق المراية بتاع الوش، يعني غسلتها ونضفتها، غسلت بلاط الحمام، غسلت اخر الحنفيات، غسلت الحمام والباب، كل حاجة ما خليتش الصراحة. وكمان جيت هنا بقى بعد ما نضفت الترابيزة شلت كل اللي عليها كده، دول يعتبر اللي هم علب التوابل دي اللي كانت فوق خالص اللي هي يعتبر خدت الصدمة كلها يعني، شلتها بقى ونضفتها حلو كويس جدا، وشلت كمان الصواني اللي هي بتبقى انا بحطها زينة يعني ومش زينة يعني اللي هو انا بستخدمها يعني، لان طبعا المطبخ صغير مش كل شوية هروح بقى وافتح المطبخ التاني واجيب، بحبش حاجة اللي تكون جنبي والله العظيم انا كده، اللي هو جوزي قال لي انا احط لك التلاجة في المطبخ المقفول، قلت له لا انا عايزة التلاجة تكون جنبي، عايزة كل حاجة اجي اخرجها الاقيها تحت ايدي كده وبشتغل فيها، او اخد على طول ما اقعدش اخد وقت بقى. سلكة نظيفة بقى، ومسكت مسكت الصواني غسلتها كويس ومسكت كل حاجة، بحمد ربنا وبشكره ان الكوبايات اللي انا حطاها ما لقيتش عليها تراب خالص، يعني لقيت التراب بعيد لان هي في اخر المطبخ. طبعا هنا الجزء الاول ده بالحمام هو اللي كان متطرب بطريقة فظيعة. خلصت وغسلت كل حاجة، وكمان لميت القوارب اللي هي كانت على الغسالة، انا حاطة الغسالة طبعا زي ما انتوا عارفين جنب الحوض ده على طول، بصفي عليها مثلا بجيب صينية كده وبصفي عليها كل حاجة، او ساعات بصفيها على الحوض بس انا ما بحبش الزحمة قوي، يعني لازم الحاجة تكون قدامي كده ايه رايقة ونظيفة. تمام. بصوا الصينية الاستانلس ده عايزة اقول لكم ان هي مش عارفة كانت نوع استانلس مش نظيف، يعني اللي هو كانت بتلمع في الاول وبعد شويه جه فيها بقع كده وقطع، ويعني عملت فيها المستحيل، البقع دي اصلا مش راضيه تنضف. اضغطي على ايدك كده يا حلوه بقى يا صغننه انتي، ونضفي الحاجه ونضفي المنيتك، خليها بتلمع كده، خلي اي حد يدخل عندك يقول ايه الجمال ده ما شاء الله ومبارك، الست دي نظيفه وباينه من حاجتها وباينه من شكل صحونها وشكل حلالها كده تكون بتبرق وبتلمع معاك، كل الحكاية ان انت هتضغطي بس على ايدك شوية مش اكتر يعني. تمام. وتشطفيها كويس وخلاص على كده. بص بقى خلصت وخلصت كل حاجة ونزلت كل حاجة بقى اللي هي على الحوطة، اللي على الحوطة حوطة ايه اللي هي على المسامير اللي انا معلقاها دي، طبعا مسامير مش علقات من اللي هي الواو يعني، بص احنا على قدنا كده وماشيين الحياة ببساطة، فيتعشيها معايا يتفكك مني. تمام. نزلت كل حاجة موجودة لأن التراب بقولك مدمر الدنيا، هو ده يعتبر روتين أصلا تنظيف عيد تنظيف رمضان اللي هو ما ينفعش تنظيف عادية كده. نزلت كل حاجة غسلتها ورصيتها تاني، ولمحت أكر الحنفية وغسلت دي الفوطة بقى اللي أنا بستخدمها في كل شغلي، بصوا حاجة كده عندك حاجة قطيفة بصي اعملي بيها هتلاقي الدنيا معاكي تمام، بتشرب المية وبتلمع والدنيا بص بتبقى زي الفل معاكي، الفوطه دي انا ما بستغناش عنها زي ما انتوا شايفين. وكمان المعالق صفيت المعالق مسكتها غسلتها وشطفت كل المعالق اللي فيها، ونضفت برضو صفيت المعالق من تحت كده، طبعا بتكون مركونه في جنب ممكن اي حاجه تكون مش نظيفه عليها. وهنا بقى
ما انا كنت حابه اغسل العلب ده عشان كده حطيتها على الحوض، بس قلت هي شكلها نضيف يعني مفيش فيها حاجه. وهنا دي طبعا شيلت المناديل برضو نضفتها ومسحتها. عايزه اقول لكم ان انا مسحت ورا القوارب دي بالفوطه اللي كانت معايا مبلوله دي، ونضفت الحيطه وراها عشان طبعا الغساله محطوطه ما ينفعش اغسل البلاط اللي وراها. وهنا بقى بدات ان انا ارص ايه الترابيزه بتاعي عشان اخرج من المطبخ الاقي كل حاجه زي ما هي. تمام، المهم رصيت كل حاجه زي ما هي. طبعا كنت مكفيه الصواني عشان تصفي كل ميه موجوده فيها، وكمان انا عندي المفرش اللي انا فرشاه ده ما شاء الله يعني الميه بتقف ثابته عليه، اللي هو ما يعني ما بينقحش ولا حاجه، انت بتنشفيه بينشف ويبقى تمام زي الفل معاكي، تغسليه وتنشفيه ويبقى معاكي زي الفل. قوليلي بس عايزه مفرش مشمع وهو هيديك، بصي هيبقى حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم ان مش لحد كده بس انا عملت كده، لا انا عملت كمان روتين في الصاله، لان بصي الصاله كانت يعتبر الصاله والمطبخ هما متدمرين، بقيت الاوض طبعا بعيد، فاللي هو يعني ما بطلتش اليوم ده، والورد اتطرب كل حاجه باظت. بس ان شاء الله لو قدرت انزل لكم الفيديو التاني في فيديو منفصل هعمل معاكم كده. هنا بقى كان خلاص الجيلي برد، وكمان المهلبيه بتاعي بردت، مينفعش تحطي كل حاجة سخنة على بعضها علشان احنا عايزينها تطلع طبقات، فاللي هو انت لو حطيتي كله سخن كله هيبوظ في بعضه. تمام كده، بمعلقة او اي حاجة وابدأي نزلي علشان لما تصب عليها كده ما تعملش فتحة معاكي في الكاستر وتلاقيها بقت شكلها مش لطيف كده. اي حاجة ونزلي عليها الجيلي على الكاستر على طول، بعد كده بقى دخلي التلاجة. هنا بقى كان البوتاجاز بتاعي برضو متدمر، شو وريته لكم قبل كده في الفيديو، وكمان كنت شوي عليه سمك وما كنتش نضفت مكانه الصراحة. قلت له بقى تعالى النهاردة يومك كده مع كل الكركبة اللي انا فيها دي، ما انا مش هسيب حاجتي بقى واقعد اتفرج عليها بتبوظ قدام عيني. لا طبعا مسكت كل حاجة نضفتها وغسلتها، وكمان شلت العيون اللي هم الثلاث عيون اللي هم يعتبر على صف واحد دول بالنص كده، شلتهم لان لقيتهم شكلهم مش نضيف خالص. وكمان العين اللي في النص كانت الورق الفويل بتاعها من الرقيق، علشان كده ما كانتش لقيته بايظ وشكله مش حلو خالص. جبت اطباق كده طبق فويل بقى من اللي هو بجنيه الواحد، وتبداي ان انت ايه تغلفي زي ما انا وريتكم كده، لان في بنوتايه حلوه قالت لي انت بتغلفيه بايه او ازاي، فانا وريتك اهو حبيبه قلبي. وبعد كده تولعي العيون عشان المية اللي موجودة فيها تنشف وما يحصلش صدى طبعا في العيون بتاعي. خلصت بقى بس خلصت يعني، انا خلصت وخلصت في نفس الوقت والله العظيم. عايزة اقولك ما تبخليش عليا باللايك، بالله عليكي لو بتسمعيني لحد هنا بالله عليكي اعملي لي لايك. مش حابة تكتبي كومنت اعملي لي لايك بس، حسسيني ان انا ليا حبايب كده، حد بيحبني وبيشجعني. وخلصت بقى عايزة اقولك نضفت وكنست وايدي تحت البوتاجاز بالمقشة وتحت التلاجة وتحت الترابيزة، ومن شلت الستارة بتاع الحوض دي وكنست تحتها، وخلصت خالص وجبت شوية معطر وبدأت ان انا اسيق الارض. وعايزة اقولك ان لحد هنا خلاص كنت خلصت، وجبت كده كام طرقة حطيتهم طبعا، لان انا غسلت السجادة بتاعة المطبخ، ودخلت كمان صينية التشيز كيك بتاعنا المختلفة شوية دي التلاجة. وبس كده بصوا خلصت بقى ما شاء الله، اللهم بارك. النظافة حلوة حلوة قوي بجد، لو عينك جت على كل حاجة لقيتها نظيفة هتحسي دايما ان انت عايزة تعملي كل حاجة حلوة وتنظفي حاجتك وما يكونش في حاجة وراك. خلاص انا رتبت الدنيا طبعا، سبت بقى السلوك بتاع البوتاجاز دي تتصفى وبقيت المواعين، وخلاص ونضفت كل حاجة، لمعت التربو تاني، كل حاجة ظبطتها في مكانها. وعايزة اقولك ان انا بحبك جدا جدا في الله، من الفيديو ده للفيديو اللي جاي هتوحشيني كتير كتير. باي.